نعم اعلم انه حسن الهيدوس سيرفع درع الدوري بدري. انا اقول لك بدري، من بدري ان حدث ذا الله ياتي هدف التقليص وياتي اول اهداف المرخيه هذا الموسم. الهدف الاول من لاعب قد سبق وان مثل الزعيم، بل ان الزعيم من اتى به الى دورينا حمرونيو قرطة يسجل في الدقيقة الأخيرة بهذا الشكل من تحت أقدامي ويونغ يضعها حمرون. الله الله يأتي هدف التقليص بالتسديدة بالرجل اليمنى من تحت ويونغ صعبة. خليني أقول يتحمل